مضار المنتخبات شهدت بعض اللاعبين المجنسين، ما في مجال ان الهيئه تتحرك على اللاعبين اقل شيء البدون يعني؟ احنا طبعا انا وجهه نظري ان اليوم البدون هم جزء لا يتجزا من اهل الكويت، واجبنا ان نستقطب النجوم فيهم اللاعبين في جميع الالعاب. حاولنا احنا في كره السله ان كان هناك يعني امريكي ياخذ جواز مهمات، وانتم شفتوا رده الفعل اللي صارت يعني للاسف، يعني وكأن يعني بعض الاخوان اللي موجودين بالكويت يشتغلون ضد بلدهم. دول الخليج يعني ما بيتكلم، انا مع تقديري واحترامي شفت المشاركين سواء في العاب القوه او باليد او في سله، يعني ما في فريق ما يضم له لاعبين ثلاثه اربعه، بل بعض الالعاب يمكن ما تجد فيها حتى مواطن من دول مجلس التعاون، ولكن يعني هذه وفق الانظمه الدوليه. احنا نامل هذا الامر، وامل الحقيقه من خلالكم ان يكون هناك تشريع، يعني طالما ان هذا لا يخالف المنظمات الدوليه ان يكون هناك تشريع انك تستعين في بعض الاشخاص بجواز المهمات، يعني مو بالضروره انك تجنسه. ما زال مشروع البطل الاولمبي موجود، احنا خليناه في تحت مظله اللجنه الاولمبيه، ويمكن في كلمتي مساع مع اللاعبين عرفنا الان من هم اللاعبين اللي ممكن ندعمهم بشكل اكبر، لانهم اصبحوا يعني واعدين. الامر هذا منوط بالاتحادات، يعني الاتحادات لازم يقدمون برامج واضحه من خلال الاعداد الجيد، من خلال الكوادر التدريبيه الممتازه، واملنا اليوم ان نتجه للاسيويه وللبطولات الاولمبيه باذن الله. اليوم مباراه خسر المنتخب الاولمبي في اول مبارياته في كاس اسيا، وكان 13 لاعب معتذر بسبب التفرغات الرياضيه. يعني طبعا لا، احنا الظروف اللي مر فيها الان اتحاد كره القدم تدري اداره جديده، وما يقدرون الاداره انهم يعملون اي شيء خارج ما هو معد من قبل الاداره السابقه. يعني لا في مجال انك تجيب لك مدرب الان، لا تحل مشاكل بعض اللاعبين، ولكن احنا الان مامول على المرحله القادمه، يعني لا نحكم على اتحاد كرة القدم. التفرغات تدري احنا ما عندنا مشكله بالتفرغات، ولكن مشكلتنا في تفهم بعض الاخوان من في جامعه الكويت او في المعهد التطبيقي، لان الان فتره امتحانات، بعض الحقيقه الكوادر التعليميه والتدريسيه ما قدرت الحقيقه ان لاعبيننا يلعبون برا. تقليص الالعاب في الفتره المقبله، فهل هناك نيه لتقليص عدد الالعاب في الانديه ومتى الانتخابات؟ شغالين فيها الامر هذا، انتخابات الانديه تعرف شهر واحد القادم، هذا الامر راجع للتفاهم مع الانديه الرياضيه باذن الله. مدى شرعيه الاتحاد؟ شنو شرعيتها؟ الرئيس ونائب الرئيس عليهم مشاكل ولا غير؟ والله ما ادري عن السؤال، انا شنو ما اول مره اسمع الكلام. شرعيه مشاكل على الرئيس؟ من اللي يقول؟ وعلى نائب الرئيس؟ من اللي يقول هذا؟ ان مجلس اداره الجهره بحكم المنحل يعني من اللي يقول؟ لا من اللي يقول هالكلام؟ انا ما سمعت الكلام هذا والله في اي جهاز اعلامي، يمكن الديربي لان انا مو متابعه يمكن يقولونه ما ادري.